5G هو الجيل الخامس، الجيل القادم للاتصالات المتنقلة. زي ما نعرف الجيل الثاني قدم لنا خدمات الصوت والرسائل النصية اللي هي الاسمس، والجيل الثالث أضاف لنا خدمة البيانات للاتصال بالإنترنت، الجيل الرابع أضاف خدمات بيانات ذات سرعات عالية، الجيل الخامس راح يكون ثورة في عالم الاتصالات المتنقلة. الهيئات المنظمة لسوق الاتصالات أو لصناعة الاتصالات تدرس الآن الاحتياجات المستقبلية لاستخدامات مستقبلية للاتصالات المتنقلة. في أمثلة كثير على تطبيقات الجيل الخامس، من الأمثلة على تطبيقات الجيل الخامس اللي هو Virtual Reality اللي هي محاكاة الواقع الافتراضي. زي ما نشوف هنا عندنا روبوت، لما تلبس النظارة يجيك شعور إحساس أنك في نفس المكان اللي موجود فيه الروبوت. الروبوت قد يكون موجود في الشارع، قد يكون موجود في ستاديوم، في ملعب، أو قد يكون يستخدم في تطبيقات ذات خطورة عالية مثل استخدامات الدفاع المدني أو الاستخدامات العسكرية. راح تحصل على صورة دقة فيديو عالية الجودة وزمن في نفس اللحظة بدون أي زمن تأخير.